الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. متابعينا الكرام، أهلا بكم على قناة الاقتصاد والفلاح. النهاردة جايب لحضراتكم عرض مش بيتكرر كتير لمحبي وهواة تربية الغنم البركي. عرض اليوم أعزائي المشاهدين عبارة عن معانا نعاج أحجام زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف الفيديو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، ويكتب لي لو عنده أي استفسار عن جميع السلالات الموجودة في مصر بفضل الله، ولو محتاج أي استفسار عن طرق التربية تحت أمر الجميع اكتب لنا في التعليقات. عرض اليوم من مكان البرقي الأصلي الحر من مرسى مطروح، مزرعة برقي مطروح، بتقدم لمشاهدي قناة الاقتصاد والفلاح جميع سلالات الأغنام البرقي. نعاج عشار السن من كاس الجوز لحد قافل، عشار ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. الأسعار مفاجأة بكل المقاييس، مزرعة برقي مطروح، وبتقدم كمان هدية هقول لحضراتكم عليها، هدية ممتازة جدا. الأسعار بتبدأ من 5000 ل 6000 جنيه، النعجة شار من كاس الجوز لحد قافل ب 5000 و6000 جنيه، مزرعة برقي مطروح على قناة الاقتصاد والفلاح. والمفاجأة الكبرى عند شراء 100 راس، الناس دي بتبدأ مزارع وعاوزة تقني وتربي سلالة الغنم البرقي الحر برقي مطروح، كل 100 راس عليهم 5 بضارة هدية، يعني 5 نعاج صغيرين هدية لكل 100 راس، 5 بفضل الله تعالى مع مزرعة برقي مطروح. للمعاينة والاستفسار مدينة مرسى مطروح، رقم التليفون زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشة 010-90-30-73-01، مزرعة برقي مطروح، أول مدينة مرسى مطروح. ما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشجعنا عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.